السلام عليكم، تحية طيبة أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى هذه المتابعة الخاصة لغرق أحياء في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى بعد أولى زخات المطر في موسم الشتاء، مما أثار موجة من غضب واسعة بين السكان الذين ربطوا بين عمليات الفساد المستشري وانهيار البنى التحتية والخدمات في العراق. سيكون معنا في هذه التغطية في الأستوديو السيد نوري حمدان الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك معنا سيد نوري. أهلا بك، شكرا جزيلا الله. لكم. كما يسعدنا أن نرحب لاحقا بالأستاذ بهاء خليل الكاتب والباحث السياسي الذي سيكون معنا عبر سكايب. أبدأ معك سيد نوري، في الحقيقة بينما كانت السلطات الحكومية تتوقع جفاف في هذا الموسم ونقص في المياه في العراق بصفة عامة، هطلت الأمطار وفاجأت الحكومة والمسؤولين من خلال ما رأيناه من مشاهد في الحقيقة كانت معبرة عن حالة اللاستعداد لهذا الفصل. كيف تعلم ذلك؟ الحقيقة أنه إحنا كل عام في نهاية فصل الصيف بداية الخريف وزارة الموارد المائية تعلن عن تحذيرات بأنه العراق يتحول من وفرة مائية إلى ندرة مائية، وهذا ما حدث فعلا قبل شهر، أقل من شهر وزير الموارد المائية أعلن بأن العراق تحول من وفرة مائية إلى ندرة مائية، ولكن في نفس الوقت لا توجد عند الوزارة خطط لتوفير المياه للعراق، وأكدت أيضا هي الوزارة في وقت لاحق لأنه محافظة ديالى أمن لها ماء الشرب باستثناء عدد من القرى، بمعنى أنه هم يعترفون بأنهم ليس لديهم القدرة لتوفير مياه الشرب إلى العراقيين، ناهيك عن سقي الأراضي وإلى غير ذلك من حاجة طبيعية بالنسبة للمياه. فبالتالي هو أكو شح مياه بالعراق بشكل عام بسبب الظروف العامة، ويفترض أنه هنالك توقعات خصوصا في كل فصل شتاء. هذه السنوات التي لو متابع لأي متابع يعود إلى السنوات القريبة الماضية وليس بعيدة، نذهب بعيدا، نجد في بداية كل موسم شتوي كل موسم مطري تبدأ أمطار غزيرة تغمر شوارع بغداد وعدد من المحافظات والأقضية والمدن، وتدخل المياه إلى بيوت الناس يعني تسبب بعودة عكسية للمياه الثقيلة أيضا تخرج على بيوت الناس. كل هذا وسنويا ما نجد تحضيرات، لا يوجد تحضيرات من قبل الحكومة ولا الاستعدادات لأمر متوقع. يعني في كل العالم يستعدون لكل فصل في فصلة، يعني في فصل الشتاء الناس تستعد في تهيئة المجاري، تهيئة الشوارع، إكسائها، حتى استثمار المياه التي تهطل، مياه الأمطار التي تهطل لابد أن تستثمر بشكل أو بآخر للاستفادة منها، يعني طالما أن هناك نقص. اسمح لي أتوجه بهذا السؤال للسيد بهاء خليل. سيد بهاء معنا، يعني في الحقيقة بينما يعرف الجميع تداعيات والأوضاع، أوضاع البنى التحتية المتهالكة في البلاد، ويعرف حجم النقص الهائل والجفاف الوارد في العراق، لا أحد يستطيع أن يجيب، حتى الحكومة لا تستطيع أن تجيب لماذا ليس لديها خطط، ليس لديها أعمال، مشاريع للاستفادة من هذه المياه، وخاصة بأنها في أمس الحاجة إليها. السلام عليكم، في البداية تحياتي لحضرتك وإلى ضيفك الكريم وإلى مشاهدي قناة الرافدين. موضوع البنى التحتية اللي موجودة في العراق، بصراحة العراق كأنما توقف عنده الزمن إلى عام 2003. البنى التحتية في العراق متهالكة بصورة كبيرة ولا تلبي حاجات المواطن العراقي، والتطور اللي حصل مثلا في مدينة بغداد وزيادة نسبة السكان بهذه الطريقة الكبيرة من ناحية زيادة السكان الطبيعي والهجرة من المحافظات الأخرى إلى بغداد من أجل العمل ومن أجل العيش. الحكومة لا تمتلك مشاريع لأنها في الأساس لا توجد لديها خطط مستقبلية أو استباقية، خطط استباقية لأي أزمة ممكن أن تحصل، سواء على مستوى الخدمات، على مستوى لاحظنا مثلا جائحة كورونا والعدد الهائل من المصابين اللي توفوا بنتيجة هذه الجائحة. كل مشكلة تحصل في العراق
اي حكومه كانت موجوده من 2003 وحتى الان لا توجد لديها خطط، لانه اساسا احنا عندنا الميزانيه لا توضع على اساس الاهميه، يعني أهمية المشاريع والبنى التحتية اللي موجودة في البلد المفروض أن تأخذ الأهمية الأولى لأي موازنة يتم إقرارها، لكن اهتمامات الموازنة العراقية وتخصيصات الموازنة العراقية في كل عام تذهب إلى أمور أخرى، وتمنح المشاريع المهمة الاستراتيجية تمنح إلى المستثمرين الذين بالتأكيد هم لديهم صلات بالأحزاب المتنفذة في السلطة، وبالتالي هذه المشاريع تكون مشاريع ليست ذات فائدة أولا بالنسبة يعني كبنى تحتية، وفي نفس الوقت هي ليست ذات جودة عالية ممكن أن يستفيد منها المواطن العراقي. لذلك لا توجد أي خطة لدى الحكومة، أي حكومة حكمت هذا البلد من 2003 وحتى الآن لا توجد لديها خطة لأي أزمة، سواء أزمة أمطار، أزمة صحة، أزمة تعليم، أزمة سكن، لا توجد لديها أي خطط لغياب التخطيط المسبق من أجل الحكومة. هذه الحكومات الآن تأتي برامجها الحكومية تكاد تخلو نهائيا من موضوع الإعمار البنى التحتية في العراق، لأنه أساسا لا توضع لها تخصيصات مالية رغم الوفرة المالية حاليا اللي موجودة. حتى حكومة السودان الآن عندما قدمت برنامجها الحكومي لا يوجد في الموازنة ما أو في البرنامج الحكومي ما يشير إلى تطوير البنى التحتية في العراق، وخصوصا الموضوع المجاري والمياه والكهرباء والصحة وغيرها، كل هذه المشاريع اللي الحقيقة بدأت تصبح عبء ثقيل جدا على المواطن العراقي وعلى البلد بصورة عامة. لكن هناك ميزانيات سيد نوري للأمن الذي يعتقل صحفيا لأنه قام بتغطية وتصوير يعني بث بعض الفيديوهات المتعلقة بغرق منازل المواطنين بالمياه الناتجة عن سوء الإدارة فيما يتعلق بهذا الملف. يعني هو الحقيقة في هذه الحكومة تحديدا يبدو أن هنالك توجه إلى قمع الحريات أكثر من ما كان في السابق، بالتالي الهدف من عنده حقيقة هو يعني إخفاء الفشل باعتبار إلى درجة أنه ما بدهم الناس تصور الفيديوهات. هو هذا فعلا يعني إخفاء الفشل هو يعني يوهم الناس بأنه هذه الحكومة هي حكومة ناجحة، لأنه هذه الحكومة الجميع يتحدث وهم تحديدا يعني من رجالات هذه العملية السياسية يتحدثون باستمرار يقولون أن هذه الحكومة هي حكومة قد تكون الأخيرة أو هي الحكومة لإنقاذ العملية السياسية التي تحجرت والتي يعني أوصلت إلى مراحل الموت السريري كما تعلمون في حكومة الكاظمي وعادل عبد المهدي. فبالتالي حكومة هذه الحكومة المراد من عندها أن تكون حكومة تنقذ العملية السياسية، فلا هي بالتالي هي حقيقة أنه غير قادرة على مثل ما تفضل ضيفك الكريم، هي غير قادرة وليس لديها خطط على إنجاز مشاريع جديدة أو تطوير البنى التحتية السابقة، فما أمامها غير أنه تقمع الحريات، تقمع إيصال المعلومة الحقيقية، بالتالي هي تروج لنفسها بأنها تحارب الفساد، بأنها ستبني، بأنها ستقدم، وإلى ما يكسب المواطنين. السؤال المهم هنا قبل ما تكون هذه الحادثة وهذا غمار الشوارع بمياه الأمطار وهذه أصبحت إلى مستوى الفيضان، رئيس الوزراء نفسه الجديد السوداني هو زار بناية أمانة بغداد واجتمع بكادرها المتقدم، وبعد زيارته بحسب المعلومات التي تسربت هنالك تغييرات ما يقارب 22 مدير من شعبة إلى فرع إلى معاون مدير عام إلى مدير عام. طيب هذه التغييرات في هذه المرحلة تحديدا ونحن مقبلين إلى موسم أمطار، هل تم تغييرهم وفق معايير فنية تستعد إلى هذه الأحداث، أو هم تم تغييرهم وفق المحاصصة الطائفية التي تم اعتمادها في تشكيل الحكومة؟ الحقيقة لا يمكن لنا عندما نشاهد هذا المنظر لا يمكن لنا أن نعتقد أو نقول أنه هذه التغييرات التي حدثت في أمانة بغداد هي يعني تغييرات من أجل تقديم خدمات.
لا بالمطلق، هي تغييرات وفق المحاصصة، تغييرات وفق التعديلات والتوزيعات الجديدة التي اتفقت عليها الأحزاب في تشكيل هذه الحكومة، خلاف ذلك لا يوجد. أما عن الموازنات التي تخصص لأمانة بغداد فهي موازنات كبيرة حقيقة، وتحدث بها نفسه السوداني في هذا المجال، وأشار إلى أنه إيرادات أمانة بغداد والعقارات التي مستولية عليها الأحزاب، أحزاب العملية السياسية الحالية، هي كافية لتوفير أموال إلى أمانة بغداد تتمكن من خلالها تقديم الخدمات الكافية وتطوير ما موجود وتصليح وبناء جديد للمواطنين. ومع ذلك نحن أمام مفارقة واضحة أستاذ بهاء خليل، ما يتفضل به الأستاذ نوري أن موازنتها هي الأضخم على مستوى البلاد، ولكن هي المدينة الأسوأ للعيش في العالم وليس فقط في العراق أو العالم العربي. كيف تقرأ هذه المفارقة؟ نعم، هذه طبيعي. أنا طبيعي عندما يكون هنالك محاصصة طائفية ويكون اختيار الشخص الغير مناسب للمكان المناسب، بالتأكيد يعني هذه مجرد مخرجات لما تم اختياره. يعني عندما يتم اختيار شخصيات لا علاقة لها بالبنى التحتية ولا في تسيير العمل في أمانة بغداد أو في حتى في أي وزارة من الوزارات، بالتأكيد هنا هو يعني شخص غير اختصاص، فكيف يعني تحاول أن تأخذ من عنده شغل لوزارة مثلا هي مختصصة؟ بالتأكيد يعني الموضوع بديهي. لكن أغلب الأمور اللي تأثر على موضوع البنى التحتية العراقية يعني اللي موجودة في البلد موضوع جدا مهم، وهو هم اعترفوا به السياسيين في إحدى الجلسات. يعني قالتها أعتقد حنان الفتلاوي في سؤال، قالت احنا كلها عقود ومناقصات وكوميشنات ومن هذا الامر. جميع مناقصات الدوائر الرسميه اللي تحصل من تجهيزات، سواء يعني تجهيزات خاصه او تجهيزات لمشاريع، كلها هذه تتم عن طريق عقود. هذه العقود تشوبها كثير من الشبهات اللي تحوم حولها، ومبالغ مضاعفه بثلاثه او اربعه اضعاف سعر الحاجه اللي تنوي الدائره مثلا شرائها او مثلا بناء يعني هيكل معين، يعني ثلاثه اضعاف يكون سعرها ثلاثه الى اربعه اضعاف. وهذا الامر يعني حقيقه عجزت الدوله عن محاربته ان كانت هي تريد ان تحارب، لكن حتى الان احنا ما لاحظنا اي دوله او العفو حكومه حاولت ان تحارب هذا الفساد بهذه الطريقه من خلال ديوان الرقابه الماليه، لانه هذه الميزانيات الانفجاريه حقيقه تبني دول. لكن الآن العراق يعيش في أسوأ مدينة في العالم، في أسوأ دولة، نحن الأسوأ في كل شيء. يعني احنا فقط الـ يعني الأولى في المخدرات، الأولى في الإرهاب، الأولى في القمع الصحفي، الأولى في كل شيء. لكن الخدمات والمشاريع اللي تقوم الوطن وتنجح الوطن، لا، هذه احنا كليتها في المركز الأخير، لانه ما جتنا حكومه حتى الان قادره على النهوض بالبلد، لانه اغلب الحكومات اللي اجت هي حكومات محاصصه تستنزف ميزانيه الدوله وتستنزف مواردها. وبهذه المناسبه اين تذهب موازنه امانه بغداد سيد بهاء في هذه الحاله؟ على ماذا تصرف؟ لا هي للمشاريع، هي المشاريع، لا هي تصرف للمشاريع. لكن الحاجه اذا كانت مثلا المشروع يكلف خلينا نقول مليون دولار، هم يكتبوا 30 40 مليون دولار والباقي كله يروح حصص وكوميشنات للسياسيين ولجهات متنفذه، وبالتالي لا يحصل شيء. يعني حتى وان حصل شيء فيحصل فقط المشاريع، فقط المشاريع الاستثماريه. يعني مثلا نفسه عندك بنايه المول الحارثيه، هذه لانه مشروع استثماري صارت بهذا الشكل اللي تلاحظه الان، وهي اعلى بنايه حاليا موجوده في بغداد. لكن عندما تطل المشاريع للدولة راح تبني لك سندويش بانل مثل ما صار بكارثة المدينة المائية في النجف قبل أيام، ويحترق المكان وتروح كل الأموال اللي تم صرفها على هذا المشروع بهذه الطريقة. هذه الأموال تروح يعني تذهب بهذه الطريقة، أغلبها تروح إلى مشاريع، هاي المشاريع لا يتم تنفيذها، إما تكون مشاريع وهمية أو أن تكون مشاريع ليست بالمستوى المطلوب، لأنها تمنح إلى شركات أساسا شركات وهمية وشركات ليس ذات اختصاص، وبالتالي اما يكمل المشروع او ما تلقى مشروع اصلا، يعني لانه لا يوجد رقابه حقيقيه على هذه الصرفيات اللي تصرفها. وديوان الرقابه الماليه هو حال اي مؤسسه بالدوله مسيطر عليها من قبل الميليشيات، ولا يمكن له ان يفتتح اي من ملفات الفساد اللي موجوده في دوائر الدوله. أستاذ نوري، عندما نتحدث عن هذا الموضوع المهم، غرق احياء في العاصمه بغداد وفي محافظات اخرى،
نحن نتحدث عن مسألة البنى التحتية، وهذه تحتاج إلى خطط واستراتيجيات لبنائها، قد تستغرق من بعض الدول إلى سنوات طويلة، ليس في يوم وليلة. والدول التي ليس لديها هذه الإمكانيات لديها خطط الطوارئ في مواسم الشتاء ومواسم الأمطار وما إلى ذلك. غياب الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى وخطط الطوارئ عن الجهات والسلطات المعنية فيما يتعلق بالبنى التحتية وهذه المجالات، ماذا يعني؟ هل يعني استهتارا بالمواطن العراقي؟ شوفوا، آخر ما يتم يعني التفكير فيه بالنسبة للسياسيين هو المواطن العراقي، لأنه شوف هسه كل هذا اللي جنبك تحدثت به عن الخطط الاستراتيجية والخطط الآنية والخطط الطوارئ، هذه كلها عندما تكون هنالك حكومة وطنية، الحكومات الوطنية هي التي تفكر بهذا المعايير، لأنه هي الحكومات الوطنية هي توضع خطط بعيدة المدى وقصيرة المدى ومتوسطة المدى، وتسمى هذه الخطة خمسية وخطة عشرية وخطة يعني عشرينية إلى ما لا نهاية. هذا يعني يعكس إلى أنه الحكومة لا تفكر بأن هذه المشاريع عندها وتتوقف، يجب أن تكون الحكومة تفكر بالحكومة التي تليها أن تكمل ما بدأت به هذه الحكومة. ولكن من 2003 لحد اليوم جميع الحكومات التي تشكلت، الحكومة التي يعني تسلم مشاريع متوقفة، مشاريع متلكئة، وهذا اسم التلكؤ حقيقة هو واحد من يعني العناوين البروباغاندا تقدر تسميها بالنسبة للسياسيين، لأنه ماذا فاشلة يعني فاشلة يعني. أي ماذا يعني متلكة. مشروع متلكئ يعني كيف أنت دولة تمنح مشاريع إلى شركات خاصة وتقول عنها ظاهرة وتقول عنها متلكئة، وأنت أنفقت الملايين الدولارات على هذه المشاريع، وبكل بساطة مشروع متلكئ يحول من حكومة إلى حكومة أخرى. هذا حقيقة هو سبب الفساد، وسبب من هو سبب الراعي الرسمي للفساد المحاصص الطائفي. لا يوجد تفكير بحقيقة بما الحكومة التي تأتي ما بعد. يعني حكومة السوداني مثلا عندما تشكلت في ليلة وضحاها بعد تشكيلها، يعني ما دامت 5 أيام من تشكيل حكومته واستلام السلطة، هو بدأ ينسف بقرارات الحكومة التي سبقت، وبدأ بتغيير مدراء وبدأ بتغيير رؤساء أقسام إلى ما إلى نهاية. وهذه التغييرات هي تسبب إرباك حقيقي. يعني أنت أنا هسه يعني أنت أي شخص اليوم عفوا في أمانة بغداد مدير مجاري بغداد مثلا، طلع مدير مجاري بغداد وسلم واحد جديد وورا 3 أيام يصير هيك شيء أمطار، رسمي يقول لك أنا ما لي علاقة، المدير السابق اللي قبلي هو سببه، لأنه هو ما استعد لموسم الأمطار. هذه الأعذار اللي هم جاهزين إلها بسبب تلكوهم في الأداء، تلكوهم مو بسبب يعني عدم خبرة. شوف اكو قضية كلش مهمة، في بعض الأحيان تجي يعني الشخص تلقاه انه هو أساء إدارة العمل بسبب نقص الخبرة، هذا مو بس هذا يعني هذا موجود عندهم، ولكن هو مو بس هذا، هو التقصد في التنفيذ لأبعاد كثيرة، من عندها خلافات سياسية، من عندها إلى تأجيل المشروع. يعني تعرف المشاريع المتلكية بعض من عندها هي مؤجلة، يعني لم يتم الحسم عليها، لم يتم الحسم عليها مع من؟ مع الفاسدين في الدولة، لأنه الحصة ما أقرت توزيعنا، الحصة ما أقرت، فبالتالي تبعد. وكما أشار ضيفك الكريم بأن أنه الموازنة ما تحدد، الموازنة العراقية ما تحدد اليوم وفق الحاجة المشاريع، وفق حاجة أي محافظة لأي مدينة إلى هذه الأموال، لا تحدد وفق المحاصصة، وفق هذا لك وهذا لي، لأنه هذه مشاريع وراها إيرادات وراها مصاريف وجمع هذه الثروات. وفي النهاية نرى آليات سحب المياه وعليها شعارات ميليشيا الحشد تساعد، وغياب لآليات الدولة. هذا الموضوع سنتحدث فيه أكثر أستاذ نوري وأستاذ بهاء بعد أن نشاهد سويا هذا الفيديو.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه التغطية الخاصة حول غرق أحياء في العاصمة العراقية بغداد وفي محافظة أخرى بعد هطول زخات من الأمطار في بداية موسم الشتاء. معنا لمناقشة هذا الموضوع في الأستوديو الأستاذ نوري حمدان الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك من جديد سيد نوري. أهلا وسهلا. كما أرحب بالأستاذ بهاء خليل الكاتب والباحث السياسي أيضا معنا عبر سكايب. مرحبا بك معنا سيد بهاء. أتحول إليك بالسؤال الذي طرحته قبل الفاصل حول أن ما تداوله الناشطون من صور لآليات كتب عليها أو يوجد عليها شعارات لميليشيا الحشد وهي تقوم بعمليات سحب المياه والمساعدة في ذلك. أولا، هل هذه المشاهد المتكررة عقب كل حادثة فشل جديدة للدولة والسلطات، هل هي آليات تابعة للحكومة وتستخدمها الميليشيات وتكتب عليها شعاراتها، أم أنها آليات فعلا تابعة للميليشيا الحشد والحكومة تجلس وتشاهد الميليشيا وهي تساعد الناس وبالتالي تقف عاجزة عن ذلك؟ كيف تفسر هذه الظاهرة؟ طبعا هو الأمر سيان بين الاثنين. إذا كانت هذه الآليات آليات الدولة أو آليات الميليشيات، بالحالتين أذكر في الخمسينات عندما غرقت بغداد الجيش العراقي ساعد أهالي مدينة بغداد بحفر قناة الجيش. هذا الأمر ليس معيبا أن تشارك قوة أمنية، لكن الحشد هو ليس قوة أمنية، الحشد هو عبارة عن ميليشيات مسلحة منضوية تحت منظومة تم تقنين أو تم الاعتراف بها كمنظومة حكومية، لكنها كثير من فصائلها حتى الآن هي على قوائم الإرهاب الدولي. نعم. المشكلة أين المشكلة؟ هو يراد من هذه الأمور اللي تنبثها، يراد اعتبار الحشد بصورة أو بأخرى هو منقذ الشعب الوحيد. يعني حتى عندما شاهدنا مثلا احتراق يعني المدينة المائية في النجف، انهيار البناية في الكرادة، انهيار بنك في الكرادة، أيضا دائما يكونون الحشد هم اللي موجودين بالصورة. يعني هذه أمور يراد منها إعلاميا أنه يكون الحشد موجود في كل شيء من أجل أن يكون صاحب فضل على الشعب العراقي حتى وإن كان ليس كذلك، كما فعل في الموصل وصلاح الدين والجرائم اللي ارتكبتها الكثير من الميليشيات اللي اعتبرت من ضمن ميليشيا الحشد، والآن هم يعتبرون أحدى القوات أو أحدى تشكيلات القوات الأمنية اللي موجودة في العراق. هذه أمور إعلامية تستفيد منها الأحزاب من أجل خلق فدهالة كبيرة حول الحشد الشعبي لتقديسه بصورة أكبر مما هو عليه الآن. والمستغرب أنه يسمح لهذه الميليشيات بأنه يعني تستخدم صور قادة إيرانيين ساهموا في قمع وقتل العراقيين كثيرا في السنوات الماضية ودون حسيب أو رقيب، بعضهم أيضا يحمل الأعلام الإيرانية، شفناه يعني تكريس للاحتلال الإيراني للعراق، هذا الذي يسووه هم هو تكريس الاحتلال الإيراني للعراق. واللي حصل اليوم أكبر دليل أنه قبل يومين كانت رفعت علم، وكانت إحدى المدارس في مدينة بغداد استخدمت أسلوب في رفع العلم العراقي يوم الخميس هو مغاير لما تعودناه في المدارس، يعني النشيد الوطني ورفع العلم العراقي، هم استعملوا أسلوب آخر بطريقة يعني تعبر عن طائفة واحدة فقط من الشعب العراقي، وبالتالي هناك انتقادات وجهت. الآن قيمة دعاوي ضد هذه القناة اللي عرضت هذا الفيديو لأنه يعني شخصت هذا الخلل اللي هم يعتبروه المفروض يكون مقدس، يعني بما نعم. معناه أنه أي شيء يسويه الحشد لازم أنت تعتبره مقدس، هذا صاحب فضل عليك وهذا صاحب يعني شلون نقول إحنا مضحي من أجلك ومن هذا الأمر. نعم. هذا هم ما يريدون من هذا الأمر. لكن موضوع سحب المياه، نرجع لموضوع سحب المياه اللي هو أساس يعني حلقتنا لهذا اليوم. سحب المياه الأمطار هي هذه طريقة دائما تستخدمها أمانة بغداد من أجل تخليص أو يعني إنقاذ البيوت من الغرق، لكن هل تمتلك أمانة بغداد وحتى القوات الأمنية وحتى الحشد والميليشيات وحتى الدول المجاورة، هل تمتلك الإمكانية لسحب كل هذه المياه اللي سقطت خلال ساعتين على مدينة بغداد قبل أيام؟ يعني هذا الأمر مستحيل، المفروض أن يكون عندك فالطريقة لتصريف المياه. ماذا بعد سحبها؟ يعني هل يستفاد منها بشكل أو بآخر؟ توضع طبعاً مثلاً طبعاً نعم. العراق، شوف أخي، العراق الآن مهدد، الآن التغيير المناخي طبعاً يشمل كل الدول، إحنا نعم. الآن موجودين في تركيا، حتى تركيا الآن إحنا في شهر 11 مرة واحدة مطرت لحد الآن، هنالك شحة في الأمطار، وبالتالي يجب أن يتم الاستفادة من هذه المياه، لذلك
التفريط بها بهذه الطريقة وتذهب إلى الخليج من دون الاستفادة من عندها، هذا يعني دمار للعراق وللمواطن العراقي. لكن هم معتمدين أنه دائما يجب أن يكون العراق بحاجة إيران، يجب أن يكون العراق بحاجة إيران. نعم. هم يضعوك في هذا الوضع. هذا في الحقيقة يستحق التوقف. أنا هذه نقطة مع الأستاذ نوري في الأستوديو، مسألة تسييس الكوارث إنجاز التعبير. يعني عندك أنت مشكلة ظاهرة معينة، مشكلة فيما يتعلق بغرق الأحياء في العراق وفي العاصمة، تسيس بشكل أو بآخر فيما تفضل الحديث الذي تفضل به، و تفشل السلطات وحتى الميليشيات التي تحاول أن تظهر في الصورة كأنها المنقذ، تفشل في إدارة هذه الأزمة من الألف إلى الياء. يعني هذه الميليشيات لم يستفد منها، لم تحل المشكلة الأصلية في البنى التحتية. الحقيقة هي هاي المشكلة الحقيقية، وهي هاي المشكلة ترد عليهم، يعني بالرغم من أنهم يحاولون يستفادون من هذه الكوارث وهذه المشاكل التي تحدث، وتدخل الحشد الشعبي هو نوع من ما كما تفضل ضيفك الكريم بأنه هي لإقناع الناس أو ل يعني ترويض الناس على أنه الحشد الشعبي هو المنقذ الوحيد وهو القادر على كل شيء في العراق. نعم. وهذا حقيقة بداية، يعني هذا يعكس احنا لو نسلم جدلا بكل التفاصيل التي يتحدثون بها، الحشد الشعبي هو جزء من القوات الأمنية وفصيل من فصائلها ولديه قانون، كل ذلك يعني لا ضير ولا نريد أن نناقشه، لكن تدخل الحشد الشعبي في مثل هكذا كوارث يؤكد على عدم قدرة الدولة بإدارتها كمؤسسة. ليش؟ يعني إذا نقيس مثلا في على سبيل المثال في بغداد عندنا أمانة بغداد، لديها القدرات يفترض الكافية والكاملة لإنقاذ بغداد من حادثة غرق، ليست إغمار بمياه أمطار فقط، لأنه يفترض يوجد مجاري، يفترض أنه أكو قنوات لتصريف المياه، يفترض أنه أكو سيارات يعني شاحنات لسحب المياه، يعني عدة خطط موجودة عند أمانة بغداد تسحبها، فيما إذا كما تدعي هيئة الأنواء الجوية بأنه المياه التي سقطت، وهذه كل عام بالمناسبة كل عام يقولون أنه المياه التي سقطت هذا العام هي لم تمر على العراق منذ كذا سنة وهي فوق قدرات أي دولة بالعالم، وهذا الترويج الغير منطقي وغير صحيح والتبرير للفشل. إن كان فعلا أنه هذه المياه التي سقطت هي فوق قدرات أمانة بغداد بتصريف هذه المياه، يفترض المؤسسة الأقرب كمؤسسات، إحنا نعم. كدولة أو تمتلك مؤسسات، المؤسسة الأقرب لأمانة بغداد هي وزارة الداخلية. ووزارة الداخلية هنا تتمثل في الدفاع المدني، والدفاع المدني لديه آليات وقدرات ودورات وخبرات في تصريف هذه المياه وإنقاذ الناس الغارقين والعالقين والمغمرة دورهم في مياه الأمطار. نعم. هذه المؤسسات إن عجزت هناك راح يتحول إلى جهد الحكومي. نعم. الجهد الوطني. أنا دا أتحدث بشكل مؤسساتي. لما تتحول القضية إن لم تتمكن هذه المؤسستين من تصريف هذه المياه بشكل سريع، راح يكون أكو جهد حكومي يسموه، هذا الجهد الحكومي تدخل به وزارة الإعمار والإسكان، لأن وزارة الإعمار والإسكان أيضا تمتلك هذه المعدات وتمتلك هذه الخبرات ولديها الخطط الكافية لتصريف المياه، لأن تعرف هي بغداد وزارة إعمار، يعني المفروض تعرف مجاري بغداد شنو، شوارعها، أنفاقها، أنهرها، كيف تصرف المياه. فهذا الجهد لما كله ينفذ ويتهدد الإنسان، شوف هنا النقطة الأساسية، لما كل الجهد المدني، لما كل الحكومة لما تستغل كل الجهد المدني ويتهدد الإنسان، في ذلك الوقت بإمكان الدولة أو الحكومة تستعين بالقوات العسكرية، يدخل الجيش كما تفضل ضيفك بالخمسينات، كيف تدخل الجيش بذلك الوقت وموجودة في كل عام. حتى بعض الدول تحتاج لتدخل خارجي في حوادث الحرائق وما إلى ذلك، هذا أمر طبيعي. هذا احنا أول مرة خلي نستنفذ قدراتنا، خلي نستنفذ
جهدنا المدني. هذا التسلسل الذي تفضلت به ليس حاضرا على طاولة المسؤولين ابدا، ما يفكرون به لانه هم شردون يردون بغداد تغرق ويجون الحشد الشعبي يفرغون الماء ويقولون احنا انقذنا بغداد. نعم يردون. طيب. هذا في الحقيقة ما تفضلتما به يدفعني للسؤال التالي استاذ بهاء، سؤال عن العلاقة بين المواطن العراقي والمسؤول العراقي. يعني في كل البلدان حتى في البلدان الاستبدادية الدكتاتورية من الطراز الأول المسؤولون يفكرون أحيانا في ردة فعل الشارع، يفكرون بأن حالة الضغط والإهمال والتسيب والفساد المستشري وكذا من الممكن أن تأتي بنتيجة يعني نتيجة عكسية وبالتالي تأتي بتخلع هؤلاء المسؤولين. ألا يفكر المسؤولون في العراق بهذه الطريقة؟ ألا يخشون من غضبة المواطن العراقي؟ ألا يخشون من وصوله إلى مدى عدم التحمل لهذا الفساد ولما يحصل في البلد؟ لا بالحقيقة هم كانوا يخشون هذا الأمر أيام ثورة تشرين، لكن الآن بعد حصولهم على الدعم الأمريكي الكافي والتغاضي عن مشاكلهم وسرقاتهم وجرائمهم وحتى ما ارتكبوه من مجازر في حق شباب تشرين، الآن هم أصبحوا مهيئين للقمع لا أكثر ولا أقل، مهيئين لعدم الالتفات للمواطن طالما أن هنالك دعم أمريكي ودعم أممي، حتى دعم أممي يعني حصلوا عليه. لكن أستاذ بهاء كما تعرف المثل الذي يقول المتغطي بالأمريكان عريان حتى ولو استمر صحيح. طويلا يعني صحيح، لكن أنت تعرف عدد الشهداء الذين سقطوا في تشرين أكثر من 1050 شهيد غير عن 25,000 جريح، لم يلتفت العالم ولم يفكر العالم بهم، لذلك تدخل الإدارة الأمريكية في تلك الفترة حول ما جرى في تشرين كان ضد تشرين وليس حتى وجود بلاسكارت في ساحة التحرير لم يشفع للمتظاهرين أن يكونون يطرحون مثلا مطالبهم أمام الأمم المتحدة، وبلاسكارت هي ممثلة اليونامي في العراق والمفروض أن تكون هي مع الشعب ضد الكتل السياسية، وحتى مداخلاتها اللي كانت موجودة المفروض أنه يعني ما يحصل في مجلس الأمن يجب أن يكون هو نفسه اللي يحصل في يعني الشارع، لكن هي تقول شيء في مجلس الأمن وفي نفس الوقت تفعل شيء آخر مع السياسيين من خلال التغطية على سلبيات هذا النظام اللي موجود يعني التغطية على الفساد اللي موجود. هذه الأمور كلها وضعت السياسيين في حالة من عدم المبالاة برغبة المواطن العراقي ورغبة الشارع العراقي وما يحتاج المواطن العراقي حقيقة من أمور أساسية في حياته اليومية، ولا يخافون حتى غضبة الشارع، لكن الخوف من أن تصل الأمور إلى الثورات المسلحة، وهذا هي فقط ما جعل الولايات المتحدة تتحرك بكل قدراتها من أجل إخماد ما حصل في المنطقة الخضراء بين الصدريين وبين الميليشيات الإيرانية والولائية، وبالتالي ساعدوا السوداني على تشكيل حكومته وفرضوا إرادة الإيرانيين على إرادة الشعب العراقي، فرض رغم علمهم بأنه الشعب العراقي أساساً رافض الانتخابات ولم يشارك بها وأيضاً رافض العملية السياسية برمتها، لكن قدر الله وما شاء فعل. نعم. يعني جابوا الحكومة غصباً على العراقيين وحطوها ودعموها ولكن العراقيين أستاذ بهاء كما تعرف السفيرة الأمريكية لو تنظروا شو بتغريدات السفيرة الأمريكية الآن تصور لك على أنه العراق جن روح شوف تغريداتها جنة كأنما العراق جن التعليم وما التعليم، لكن هو الحق يعني الحاصل أنه لا يوجد من ما تتكلم به السفيرة الأمريكية، هي تحاول أن تفرض صورة مغايرة عن الواقع العراقي اللي موجود، هنالك أزمات في كل شيء لكنها لا تتكلم عن هذه الأزمات دعما للحكومة اللي موجودة والعملية السياسية، لأنها تعلم جيدا بأن سقوط العملية السياسية معناها أنه استعادة العراق من قبل أبنائه، وهذا الأمر لا يروق للإدارة الأمريكية ولا إيران في المنطقة. نعم. وهذا الكلام أستاذ نوري لا يقنع المواطن العراقي، المواطن العراقي الآن وصل إلى قناعة راسخة
بأن الحكومات هي مصدر إزعاج ومصدر مشكلة بالنسبة له وليست مصدرا للحل. يعني هو يعرف الآن تشكيل الحكومات المتعاقبة وفقد الأمل في كل يعني من يمكن أن يكون رئيسا للحكومة أو وزراء في الحكومة أيضا. نعم شوف هو المواطن العراقي اليوم كشف كل شيء يعني ويعرف كل الزين السياسة الأمريكية. وأنا يعني عجبني أعلق حقيقة على المثل الذي ذكرته. الثورة تشرين لم تكن مدعومة من قبل الأمريكان كما روج لها من قبل أحزاب السلطة الطائفية أو أحزاب سلطة المحاصصة الطائفية، واتهموا بأنه شباب تشرين وهذه الثورة الكبيرة الشعبية العراقية بأنها هي أولاد سفارات وهم مدعومون من قبل الأمريكان وغير ذلك. ولكن الأمريكان هم استغلوا هذه الثورة وهيجان الشعب العراقي الرافض للعملية السياسية والرافض للاحتلال الأمريكي والرافض للتدخل الإيراني، استغلوا لتعريهم كما ذكرت. نعم. انه المتغطي في الامريكان هو عريان. صحيح. لتعريهم لضمان مصالح امريكيه اكثر. وحقيقه يعني بعد استقاله عبد المهدي وحكومه الكاظمي هي فتره كانت كافيه لاعاده ترتيب الاوراق ما بين احزاب المحاصصه الطائفيه والامريكان، بالتالي تم تشكيل الحكومة كما ولذلك تغرد السفيرة الأمريكية طبعاً تفضل به. نعم. طبعاً يدعمون هم. نعم. الآن هم الآن يدعمون. أنا قلت في أيضاً في أحد اللقاءات إنه من هو الآن من هم الآن أولاد السفارات. نعم. ها هي أمريكا تدعم تشكيل حكومة السوداني وحكومة السوداني هي خارجة من الإطار، رافضة، مرفوضة من قبل الشعب العراقي بشكل عام، مرفوضة. لكن من الشعب العراقي، معذرة المقاطعة أستاذ نوري، الشعب العراقي يعني بات يعرف جيدا الذي طبعا الاحتلال الأمريكي 2003 حتى الآن أصبح الشعب العراقي أكثر شعوب العالم خبرة في السياسة الأمريكية والتعاطي معها، ويعرف أن أمريكا ستصمت عن كثير من الفساد ومن هذه الموضوعات من أجل تحقيق بعض الأهداف المتعلقة بها. وحتى عندما ينظرون إلى الشوارع بهذه الطريقة أو إلى مستوى الخدمات بهذه الطريقة لا يهمهم ذلك، المهم هو تحقيق مصالحهم. فاصل قصير ونعود للنقاش في هذا الموضوع بحول الله. إذن فاصل. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبوا. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذاهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إذا نحن معكم في هذه التغطية الخاصة حول الأوضاع في العراق والمياه التي غمرت أحياء في العاصمة بغداد وفي محافظات أخرى. نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا الكريمين، الأستاذ نوري حمدان الكاتب والباحث السياسي في الأستوديو، والأستاذ بهاء خليل الكاتب والباحث السياسي عبر سكايب. أهلا بكما معنا من جديد. أعود إليك أستاذ بهاء فيما يتعلق بتقييم تعامل حكومة السوداني مع هذه الأزمة أو هذه المشكلة الجديدة التي حصلت قبل أيام فيما يتعلق بالمياه، وهل ثمة اختلافات محتملة في التعامل مع هذه الأزمة والأزمات المقبلة في العراق؟ مثل يقول الجواب باين من عنوانه، رغم أنه من يعني من الظلم الحكم على حكومة السوداني، لأن حكومة السوداني حتى الآن هي استلمت قبل تقريبا أسبوعين أو ثلاثة، لكن
هي حتى الآن مشغولة بتغيير المناصب مثل ما تفضل الأخ الكريم ضيفك، وتغيير المناصب من أجل فرض أسلوب كامل على الدولة بعناصر يعني يعملون وفق أجندات أحزاب معينة هي اللي مستلمة الدولة حاليا بالنسبة للإطار التنسيق. أما موضوع التعامل مع الأزمة، شوف إحنا عندنا بالعراق موظفين هذولا ما يتغيرون، يعني المسؤول ممكن أن يتغير لكن الموظف الصغير هذا ما يتغير، وهذا عنده خبرة من يعني سنين طويلة كيف يتعامل، لكنه يعني هو مقيد لا يمتلك الإمكانيات لمواجهة أي أزمة ممكن أن تحصل. يعني مثلا لو فرضنا أزمة الأمطار هذه اللي حصلت، الكوادر اللي موجودة في عمارة بغداد كوادر محترفة لكن للأسف ما عندها الإمكانيات، لأن من يقود أو قمة الهرم هو شخص غير كفو وغير وطني بحيث بإمكانه أنه ينقذ بغداد مما تحصل سواء حرائق أو أمطار أو غيرها من الأمور الكوارث الطبيعية والغير طبيعية اللي ممكن أن تحصل. لكن حكومة السودان إذا أرادت أن تتعامل حسب ما قالت، يعني هم وعدوا بأنها ستكون حكومة خدمات، فالخدمات لا تأتي بتغيير المسؤولين، الخدمات يجب أن تكون من خلال إطلاق التخصيصات المالية، إطلاق موازنة من أجل بدء بعملية تطوير البنى التحتية وإنشاء بنى تحتية جديدة، لأن البنى التحتية الموجودة في العراق، أنا ذكرت لك في بداية الحلقة أن العراق كأنما توقف به الزمن عام 2003. نعم. يعني أي دولة خلال هذه 19 سنة اللي مرت الآن حصلت بها أكيد تغييرات حسب الحاجة، يعني مثلا انفجار سكاني، مثلا زيادة بسكان، إنشاء مشاريع، إنشاء بنى تحتية جديدة، كل الدول تجري بهذه الأمور، يعني أكيد كل سنة يتم تطوير حسب الحاجة، وهي الأمور تضعها وزارة التخطيط. إحنا للأسف وزارة التخطيط رغم أنها وزارة سيادية لكنها أكثر وزارة مهملة في العراق، والسبب أنهم لا تخطيط لديهم، يعني ما عندهم نهائيا أي خطة. نعم. تبدأ المدارس، طلاب المدارس ما عندهم كتب، المفروض أن وزارة التخطيط تأخذ من وزارة الصحة عدد الولادات وتحدد أنه في السنة الفلانية راح يكون عندنا كذا مليون طالب يسجل بالابتدائي، بالتالي وزارة التربية مجبرة حسب الميزانية أن توفر مثلا الكتب الدراسية لهذا العدد من نفس الطلبة اللي راح يلتحقون بالدراسة. احنا ما عندنا هذا الشيء للأسف من 2003 وحتى الآن هذا الشيء ما موجود عندنا، لذلك حتى اللي يريد يعدل الآن أو اللي يريد يشتغل هنا ما راح يعرف يشتغل، لأنه ماكو تخطيط مسبق وماكو تشخيص لمكامن الخلل اللي موجود في كل دائرة. نعم. نعم. لأنه مثل ما تفضل ضيفك أنه كل مسؤول يجي يلغي كل اللي سواه لكن المسؤول اللي قبله. كما تفضلت الآن أستاذ بهاء، يعني وهذا سؤال موجه للأستاذ نوري عندي في الاستوديو، إذا كان السوداني قال بأنها ستكون حكومة خدمية وتقدم الخدمات فقد اختار الطريق الأصعب، هل يعرف هو ذلك؟ هل يعرف بأن هذا يحتاج إلى أكثر من حكومة في الحقيقة، لأنه سيقوم بجهود كبير جدا، وهل هو قادر بالفعل على ذلك؟ شوف الحقيقة أنه هو يعلم جيدا أنه غير قادر، ويعلم أنه هو اختار الطريق الصعب، ولكن هو ليس بإرادته أن يختار ما يحدد شعار للحكومة. هذا شعار طبعا شعار، لأنه شوف الخراب اللي موجود في العراق الذي نتحدث عليه بشكل كبير، الإهمال الذي مر به العراق من 2003 لحد اليوم في تغيير، طبعا بالمناسبة عندنا تراكمات، هي مو فقط من 2003، العراق مر بحصار اقتصادي ثقيل أثقل كاهلة بتطوير وتنمية البنى التحتية السابقة أصلا، بالرغم من أنه كانت موجودة ومتينة، ولكن هي تأخر أيضا عليها التطوير بالإضافة للحروب. نعم. بالإضافة للحروب بعد 2003 أهمل، مو تأخير، أهملت هذا البنى التحتية من خلال عدم استحداث مشاريع جديدة أو تطوير هذه البنى التحتية. هو يعلمها جيدا ويعلم أنها صعبة، وهو يدرك جيدا وغيره، لأنه هسه أي إنسان
لما يطلع على هذه الخراب اللي موجود بالعراق والتحضيرات إلى ما تكفي دورة واحدة الحكومية، يعني أربع سنوات ما تكفي الأربع سنوات لبناء بنى تحتية لبلد مثل العراق ينمو ويتطور ووفق التطور الموجود العالمي مع الأزمات التي يمر بها. كيف للسوداني أن يتمكن من تقديم خدمات وهو مهدد بأن تتم إجراء انتخابات جديدة برلمانية قد تكون خلال سنة أو سنة ونص أو سنتين بالزايد؟ هو هذا وضع حقيقة يعني موجود ما بين أروقة السياسيين يتحدثون على أنه حكومة السوداني حكومة مو أربع سنوات، يعني مو حكومة دائمة مثل ما يقول وفق دورة انتخابية متكاملة، هم يتحدثون عن إجراء انتخابات مبكرة أخرى، وهذه الإجراء انتخابات مبكرة هو يفترض أنه مطلوب من عنده يحارب الفساد، مطلوب من عنده يقدم خدمات، مطلوب من عنده يستعد لإجراء انتخابات. هذه كلها حقيقة شعارات لإقناع المواطنين، وأنا قلت بالبداية مهمة هذه الحكومة اليوم هي قمع الحريات في عدم كشف فشل هذه الحكومة من عدم قدرتها على تقديم الخدمات، لكسب وقت جديد في انعاش العملية السياسية التي أنا بتقديري هي ما زالت في الموت السريري. نعم، نعود إلى الموضوع وفيما يتعلق بموضوع الحكومة وأنها حكومة خدمية أو خدماتية. ماذا تتوقع أستاذ بها في ضوء كل المعطيات السابقة وأداء الحكومات السابقة؟ كيف يمكن أن يكون أداء الحكومة الحالية وخاصة أنها رفعت هذا الشعار الذي يعتقد الأستاذ نوري هو شعار يعني بروبوغندا فقط وليس شعارا حقيقيا، والقائمون على الحكومة يعرفون ذلك؟ نعم بالتأكيد هي مجرد بروبوغندا، لأنه لا يوجد برنامج حكومي حقيقة. ما يعني اللي قدم السوداني كبرنامج حكومي برنامج غير قابل للتطبيق أصلا، يعني لأنه يلغي ما سبق ويستحدث أمور لا قد لا يمتلك الوقت الكافي للقيام بها. يعني مثلا القضاء على الفساد، قضاء على الفساد يجب أن يتم من خلال مراحل، يعني أولها تطهير القضاء من التهديد اللي موجود عليه وإطلاق يده لمحاسبة الفاسدين، لكن في نفس الوقت مثل ما قال الضيف الكريم هو حتى الآن لا يعلم هل هي حكومة كاملة بمدة كاملة بصلاحيات كاملة، منها حكومة طوارئ لمدة سنتين لإجراء انتخابات. حاليا هم ما زالت الخلافات موجودة بينهم وبين التيار الصدري، والوضع ممكن أن ينفجر في أي لحظة. يعني هذا ما حصل في بغداد قد يكون هو مجرد البداية لأزمات جديدة، ما زلنا على أبواب الشتاء، لم يدخل الشتاء بعد، هنالك كثيرا بعد عندك مشكلة الطاقة الكهربائية. احنا الآن في وقت خريف، يعني هذا الوقت الآن تم إطفاء المكيفات ولم يتم تشغيل الهيترات حتى الآن، لذلك المنظومة الكهربائية مستقرة، لكن بالأيام القادمة بعد أن يصير هنالك جهد على المنظومة الكهربائية ويعجزون عن تلبية حاجة المواطن، أيضا راح تكون هنالك أزمة كهرباء. أيضا عندك أنت حاليا موضوع الوقود، لا توجد حتى الآن أزمة وقود لنفس السبب. يعني إحنا هذا الموسم يكون الموسم الخريفي والربيعي هو يكون الأجواء معتدلة فتقل المشاكل، لكن على المستوى القادم الأيام القادمة ممكن تصير أزمة كهرباء، ممكن تصير أزمة نعم. أزمة مياه، حتى مياه شرب، لأنه يعني أنت لحد الآن مهدد بالجفاف، يعني هاي المطرة ما راح تسوي لك شيء نعم. يعني ما راح تملأ خزانات الثرثار الجوفية نعم. والحبانية والمياه الجوفية يعني ما راح تملأ، يعني هي مباشرة تسربت إلى نهر دجلة، وأعلنت وزارة الموارد المائية أنه ارتفاع مناسيب المياه نعم. نهر دجلة. اسمح لي أستاذ بهاء أختم في دقيقة نعم. أشكرك جدا أستاذ بهاء خليل، وأختم في دقيقة واحدة مع سيد نوري حمدان. مفارقة أيضا، أزمة وقود في بلد نفطي، يعني هذه يعني علامة تعجب كبيرة بعد هذه العبارة. شوف بالمناسبة أنه هذه المفارقة، أنه العراق الحد اليوم هو الوقود يوزع بكوبونات، يعني العراقي ما يقدر يحصل على الوقود بارتياحية وحرية. وأصعب ما يمكن من هذه المفارقة أن تقيسها مو فقط الوقود للتدفئة. يعني ما معروف عند العالم كله محافظة كركوك وهي بئر نفط بكاملها، هي لحد الآن وقود السيارات بكوبونات، يعني صح، يعني المواطن ما يقدر يأخذ
يعني وقود سيارته بارتياحية. فهذا هو يصدر للعالم النفط حتى. بالإضافة لهذا كله يعني ما دام بدنا نختم بهذه الدقيقة لابد من الإشارة إلى حقيقة قبل يومين احتفلت وزارة الكهرباء العراقية بافتتاح محطة كهرباء بالتعاون مع الحكومة اليابانية، وهي محطة غازية، ونحن بالعراق نستورد الغاز وغير منتجين للغاز. فكيف ممكن أن يؤمن العراق مصادر الطاقة؟ إلى الآن هو يربط أسئلة مفتوحة. هو إلى الآن هو يؤسس ليربط ليربط مصدر الطاقة بالنسبة إليه في إيران. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ نوري حمدان الكاتب والباحث السياسي في الأستوديو. شكرا لك أستاذ بهاء خليل الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة في هذه التغطية الخاصة، وشكرا لفريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله.